بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام مرحبا بكم عبر فضائية النصر 24. هذا الصباح وهذا اليوم نحن في حدث استثنائي هو الأول من نوعه، إذ يزور فخامة الجنرال الفريق الركن محمد إدريس دبي تنو العاصمة السودانية الخرطوم لبحث العديد من اللقاءات. ونحن هنا من داخل مطار الخرطوم الدولي في معية الجالية التشادية والشعب السوداني وكل أبناء إفريقيا نشهد هذا اللقاء الحاشد وهذا الاستقبال الكبير. فقد كونوا معنا متابعين وهنالك لحظات فقط بإذن الله، ويحط طائر الميمون هنا في أرضية مطار الخرطوم الدولي. كونوا معنا عبر قناة النصر 24 الفضائية. مشاهدينا الكرام، احنا لسه من داخل مطار الخرطوم الدولي في صالة الوصول الرئاسية في حضرة استقبال الجنرال سعادة الفريق الركن محمد إدريس دبي تنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، وحشد كبير جدا من أبناء الجالية التشادية والسودانية، أيضا أبناء السودان، وهم يستقبلون ضيف البلاد في هذا الصباح. وبالتأكيد هنالك العديد من الموضوعات المهمة. معنا الآن سعادة السكرتير المزدوج بسفارة جمهورية تشاد بالخرطوم الأستاذ عبد الرحمن بحر الدين موسى. سعادة السكرتير، راح تنحب بك عبر قناة النصر 24. ماذا يمكن أن نقول في هذا الصباح ونحن في حضرة هذا الاستقبال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نقول قبل كل شيء سعادة الرئيس الجنرال محمد إدريس دبي تنو، حللت أهلا ونزلت سهلا بعرضك السودان دولتك الشقيقة الثانية، وإن شاء الله نقول لك إن شاء الله يعني زيارة مباركة وميمونة بإذن الله تبارك وتعالى. يا سعادة الرئيس، هنا السفارة التشادية باسم سعادة السفير عبد الكريم قيبر وجي وأعضاء سلك الدبلوماسي جمعا، نحن في أشد الاستعدادات الحارة، وهنا كما تشاهدون الجالية التشادية بشتى مكوناتها
السياسية والثقافية والإرقية والإثنية كلها تقول نعم تشاد واحدة خلف قائد واحد من أجل مستقبل واحد من أجل مستقبل مشرق لبلدنا التشاد الحبيبة إن شاء الله. ونتمنى لها أن تنعم بالأمن والاستقرار واليمن والبركات. ولا ننسى أن ننقل تعازينا الحارة لفقدان أبينا رئيس الجمهورية الراحل إدريس ديبي نو، طيب الله سراه وأدخله الله فسيح جناته إن شاء الله. نعم إن شاء الله. سعادة السكرتير إن شاء الله حيكون في تواصل مستمر عبركم لعكس كل هذه الصورة المتكاملة لكل المشاهد الكريم مشاهد هذا الإقليم الواسع وهذه القارة الأم، ونحن في حضرة استقبال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد أين هنا في أرض النيلين بالخرطوم العاصمة السودانية. شكرا جزيلا كما وشكرا شكرا. وأنا أشكر قناة النصر الفضائية بإدارتها هنا ورئيس الإدارة، ولا أنسى أخي أبو بكر رئيس المجلس الإدارة أبو بكر برغو. صراحة هذه القناة ما يعني ما قمنا بأمل خيري أو سياسي أو ثقافي إلا وهي شاركتنا فرحتنا وحتى كان أمل حزني شاركتنا أحزاننا. ونتمنى لهذه القناة المشرقة التطور والازدهار. وشكرا لكم جزيلا سعادتك. شكرا جزيلا. الله يبارك شكرا جزيلا. فيك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. Yeah.
مشاهدينا الكرام، لازم نتواصل من داخل مدرج مطار الخرطوم الدولي، ونحن هذا الصباح في حاضرة استقبال فخامة الجنرال الفريق الركن محمد رزي بيتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، وهو في زيارة استثنائية هي الأولى من نوعها إلى الخرطوم هذا الصباح في حضرة العديد جدا من قطاعات المجتمع السوداني والتشادي الذي تربطهم علاقات أخوية عميقة جدا، وكافة القطاعات أيضا الفنية الشبابية النساء الأطفال والجالية التشادية في كامل بهائها وأناقتها حضورا، وهي ترتدي هذه الأزياء التي تعبر عن إنسانها وجغرافيا مكانها. الآن نحن في حضرة اسم لامع جدا في الوسط الفني الإفريقي أجمع والتشادي والسوداني بكل تأكيد، رئيس فرقة دومبو جوي الفنان الكبير آدم أحمد عبد الجبار، وهو في حضرة هذا الصباح أيضا له ما له من أقاويل وأحاديث وإيقاعات يمكن أن نستقبل من خلالها فخامة الجنرال الفريق محمد إدريس دي بيتنو. صباح الخير عليك، ونحن هذا الصباح في هذا الحدث المهم، ماذا أنت قائد؟ أول حاجة نشكر قناة النصر لحضورها في هذا الحدث الكبير، ونحن اليوم في السودان وداخل الخرطوم مطار الخرطوم، وننتظر الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو
رئيس الجمهورية، نحن في كامل استعدادنا لفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي ومع جالية شادية في زيارة طبعا فخامة الرئيس في تطور العلاقات الاجتماعية الثقافية الدولية السياسية لنفس المجال في الظروف بتاع السودان وظروفنا في تشاد مجلس الانتقالي وهنا برضو في مجلس انتقالي، فلازم يكون في تباحث لجميع المجالات في الرؤية المشتركة في الأمن في التجارة في الاستقرار في ترابط الوئام الشباب وحب الوطنين يعني. نعم، وبالتأكيد نحن لحظات وننتظر يعني حلول وهبوط الطائر الميمون إن شاء الله وهو يقل وفادة السيد الرئيس. يعني العديد من الأحاسيس لدى الجالية التشادية هنا في الخرطوم، ودعنا نقول يعني هم في بلدهم الأول السودان بكل تأكيد يعني ليس الثاني، لأن السودان وتشاد تشاد والسودان يعني وجهان لعملة واحدة. ماذا أنت قائل لكل أبناء الشعب الواحد شعب السودان وتشاد؟ والله أنا شخصيا يعني في السودان ولا في تشاد هو دولة واحدة، وأنا ذاتي ثقافتنا قرينا في السودان يعني زمان، عشان كده السودان ده بطلنا يعني الثاني، ونحن نفتخر بالسودان وكدولة شقيقة وكدولة جارة وكدولة لدينا جميع تربطنا علاقات ثقافية اجتماعية عرقية ثقيلة يعني، عشان كده أنا بشكر الشعب السوداني لكرم الضيافة وبشكر كل الناس اللي استقبلونا بكل حفاوة، ونشكر برضو تلفزيون النصر يعني حاضر في هذه المناسبة بحضور الجالية الشادية الكبيرة، ونحن معهم كاسم فني ونأرخ التراث الشادي واستقبال فخامة الرئيس بكل حفاوة في السودان إن شاء الله. شكرا جزيلا فنان دمويا، شكرا على هذا اللقاء الأنيق، سنلتقي إن شاء الله عبر فضائيات النصر في عديد المساحات الفنية لنتبادل الأطراف الحديث إن شاء الله كده. ريو بالسلامة ونلتقي إن شاء الله في النصر، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
We'll be right back.